والله هذا داخل الغرفة هذه. أقتله ولا أقتله ولا أربطه؟ I'm telling you, only thing valuable around here are those weapons and this suit. يا عمي قاعد انطرك صار لي ساعة برا قاعد ترجاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد مع اللعبة الأسطورية Red Dead Redemption 2 أونلاين والباونتي الأسطوري الخمس نجوم. واللي متابعني من قبل يعرف إني أنا جبت الباونتي الأربع نجوم، وبحط لكم الرابط فوق إذا حابين تشوفونه. وعلشان توصل للباونتي الخمس نجوم لازم تتدرج، أول شيء أبو نجمة، بعده توصل إلى أربع نجوم، وآخر شيء خمس نجوم. وأنصحكم أبو خمس نجوم لأن عليه إكس بي طيب. وقبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، ويلا نبدأ. شوفوا في شوف الباونتي الاسطوري في منه نجمه، هذا نجمه، شوفوا هذا خمس نجوم، هذا راح يكون صعب بس انا بحاول فيه. طبعا انا بحاول بالصعب ما باخذ السهل، فيلا ليتس جو. جين بو فينلي. Damn, I'm starting to wish I'd kept this fool for myself. هلا والله يا ميسر. إيه لأني أنا جايبه من قبل، أنا قلت لك إني جايبه من قبل. أنت لازم تفوز بالنجمة بعدين عاد يفتح معاك الخمس نجوم. أقدر ولا ما أقدر؟ But they don't give a damn about Bo. Their only job is to make him look good, get his name in the newspapers. He and some of his fancy rival friends have taken طبعا هم يقولوا تجيبه حي ولا ميت. Shady Bell. Lots of guards, lots of weapons. Nothing but the best for young Bo. So why don't you head over there and dirty up his suit a little. طبعا راح تصير معركة شرسة. بس طبعا وصلت لمرحلة صعوبة خلاص، لأن ما عندي رصاص أساسا يعني. اي شجرة تكفى تكفى اي شجرة، شايفهم ايش كثرهم. الرشاش الثابت هذا حقير. لا 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 والله سووا لي حفلة. بضربهم بعيد، شو اسوي بعد؟ بضغطك من بعيد لحد ما يخلصون. يا عبر الشاش ثابت، يا عبر الشاش ثابت، يا عبر الشاش ثابت. اطلع اطلع
وصلت المرحلة اوكي. يا اخي اللي يضرب من البعيد هذا. انا ابي وخر عند وخر الخيل وخ ايش ما قاعد ييم. ما اشوف شيء يا اخي. هذا ابو شلت ابو رشاش اكل بطاط. في واحد هني هذا هو. المشكلة تدرون شنو اللي مصعب الوضع ان الجو خايس. بحاول احرر ان شاء الله. ارجع خلاص ارجع. توهم ما خلصوا. حلو شغلي لحد الحين تمام. شايفين الجو الخرا. شايفين الجو الخايس الزبالة. يمكن هذا من ضمن الصعوبة. حلو شغلي تمام. يخرب بيتهم ولا يخلصون. والله اني قاعد اسمع اصوات تخوف هني. ول 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 اقسم بالله ما لاني عارف. لا تموت لا تموت تكفى لا تموت. متى اطلع من المهمه بعد خلاص والله اطلع لاني وصلت مرحله ما فيها مجال. بس ابي الوسخ هذا ما قاعد يبين. والله ما قاعد يبين. هذا شايفينه؟ شايفينهم؟ ابعثهم مسافة بعيدة شلون؟ هذا هو. والله ما يبينون يا جماعة. والله شغلي لحد الحين يعني فعلا اذا خرب يعني المفروض اني اطفي خلاص. والله مو شايفه يا جماعه. بس القم يرحم امك اشغلتني انت انت ورشاشك. بس الباونتي وين؟ ليكون هرب. لا ليكون انا قاعد ابدا خطا الحين. خلينا نشوف الباونتي وين دقيقه. ايه الباونتي هرب. الباونتي هرب راحت علي. هرب وانا ما ادري عنه. بس خلينا نحرر هذا. لا الحين يبين. بس حرر يبين. خلني لوت. خلني لوت ممكن احصل لي رصاص احصل لي شيء. هو موجود بروحه داخل. لا 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 لا
تعرفون حركة المنوب مالت كود اللي تمشي وانت مأيم؟ هذا آخر حل أسويه. لأنه والله يا جماعة تعبت. هو موجود فوق. أنا عارف إنه راح ينطرني. هذا هو. خلني أطول بالي معاه. أقتله ولا ربطه؟ ما عرفت. أنا خاف أمش. سو. يا الله يا الله. بدش عليه والله بدش عليه خلاص. والله يا جماعة خلاص. ما عاد فيها أعصاب. والله هذا داخل الغرفة هذه. أقتله ولا ربطه؟ No. Shit. I'm telling you, only thing valuable around here are those weapons and this suit. يا عمي قاعد أنطرك صار لي ساعة برا قاعد ترجاني. Quit messing up my suit. أنا صار. Get your filthy hands off me. لا وراك وخرانا. تكفى اذبحه. سويت المنظور الاول من الخوف. خله مربط. مت. دش. يا الله والله كمية ارتباك فيني مو طبيعية. شيله يرحم امك. لا جاني بشري مت. والله يا جماعة هي صعبة. يعني لازم اوديه تحت بس ما ادري وين الطريق. ارجع. كاني شفت واحد هني انا. يعني شفت واحد يعني من الخوف شفت. أنا بخيلي، أنا ما أبي شيء بالدنيا غير الخيل. تكفى خيلي تعال. في واحد عندي. تعال يرحم أمك، مو ناقصك أنا، تعال. بذمتكم هذا خيل. بالله عليكم هذا وقته. يلا. Oh, you're sure in for it now. Don't you get away clean. You are done. يا عمي ما تسكت احسن لك. You are indeed something major, aren't you? We're the same. We are uncommon. Yes. 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 As one, but see folk don't want that. Yeah. It's a notion. خل نشوف كم يعطيني. والله ناسي. المفروض يعطيني شيء يعني ذهب المفروض يعطيني 0.40. 0.40 انا راضي. Got a cold sale all lined up for them. Good money for bad business. Good money. حلو. 44 ذهب. حلو. 2000 اكس بي. 2000 اكس بي. شوف وصلت ليفل 20. حلو نايس. لا يسوى والله يسوى صراحة. يسوى التعب على قولتهم. يسوى التعب والمشقة. هني اكون وصلت نهاية المقطع. شكرا لكم على المشاهدة ونشوفكم ان شاء الله في مقاطع قادمة. والسلام عليكم.